تتزاحم الأيام المثقلة بمعاناة النازحين في مدينة مأرب، كما تبدو فيها حياتهم صعبة ومعقدة. لكن هذه المشاهد تتكرر من حين لآخر، فقط لتشكل في الأخير لوحة من الفرح الخالص، حيث ضربت فيها المواعيد القدرية، ولو للحظات مع نماذج من الإبداع والنجاحات التي تفوقت على خيبات صدرها الإنقلابيون لحياة اليمنيين. الحمد لله، جيت الثاني من الأوائل. 30 مشاركة بالإضافة إلى أبناء الشهداء والمعتقلين كرمتهم مدرسة بلقيس وسط المدينة كنموذج من المدارس التي سعت مؤخراً للاحتفاء بالطلبة المبرزين من النازحين لحصولهم على المراكز الأولى في صفوفهم الدراسية. نحن هنا نجتهد ونذاكر ونتعب لنبني اليمن. عن نفسي وبما أنني الأولى جاهدت، تعبت كثيراً، سهرت الليالي، أستاذتي أعانني، الطالبات من حولي كنا بجانبي، وها أنا حققت ما كنت أريد وما كنت أطمح وما تعبت لأجله. يجد المرء نفسه مضطرا لاسترجاع مثل هذه اللحظات، بل لابد من أن يستعرض هذا اليوم في عمر النزوح الذي يبدو طويلا في مشوار عمرهم الشاق. نحاول أن نقتبس بعضا أو قليلا من لحظات الفرح. نحن نعيش النزوح ونعيش الحالة النفسية، تعلمون، نحاول بقدر المستطاع أن نقتبس ولو لحظة فرح في خلال هذه الحفلات التي نقيمها. إذن لحظات يشعر فيها هؤلاء أن المواقف تضفي عليهم قدرا من السعادة، لكن خلسة من حرب اختطفت فيها الميليشيا بهجتهم واختلف الزمان والمكان في حياتهم، ليتسمر الحاضرون في أماكنهم. لعلهم أرادوا لهذه اللحظة القصيرة أن تستمر طويلا. خليل الطويل، قناة بلقيس، من محافظة مأرب.